ولسه طبعا مستمرين في متابعتنا لجلسات الحوار الوطني. دلوقتي هنتابع لقاء مع الأستاذ رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي لتيار الإصلاح الحر. النقاشات دايما بتبقى ما بين طرفي، طرف يؤيد ان احنا نزود الاعضاء وطرف يقول لا هو شايف عدد الاعضاء مناسب، هو ده محور النقاش. احنا في الحقيقه مع وجهه النظر اللي بتقول احنا عايزين نزود الاعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، وده مش بنقوله من فراغ، احنا بنقوله من خلال التنمية العمرانية المستدامة اللي تمت في مصر خلال السنوات السابقة، وهذه التنمية أدت إلى ظهور مدن جديدة وعاصمة إدارية جديدة، وكل هذه الأمور تؤدي إلى إعادة النظر في القوانين علشان يكون هناك نواب يمثلوا داخل البرلمان أو داخل الشيوخ للمدن الجديدة عشان يقدروا يوصلوا مشاكل ويقدروا يوصلوا احتياجات المدن الجديدة إلى البرلمان. وده كان لأن انت بصي حضرتك دايما القوانين بتتعمل علشان احتياج المجتمع. لما تفكري تعملي قانون أو تعديلي في قانون بيبقى احتياجاتك اتغيرت من السنة للعشرين سنة اللي فاتوا، فاحنا النهاردة وإحنا بننظر في التعديل عندنا احتياج لزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب والشيوخ، وده تم في دول كتيرة، احنا مش بنبتدع حاجة، تم في الهند وتم في اليابان وتم في دول كتيرة خدت بيه، واحنا النهاردة بنطالب العدد، ممكن احنا بنقول ان هو يتراوح من 10 ل 20، ممكن يقل ممكن يزيد، لما نضع الخريطة والتعداد والتمثيل الجغرافي وعدد سكان وإلى آخره، نقدر نحدد الأعضاء بالظبط. الحاجة المهمة اللي بنتكلم فيها وهو استحقاق دستوري للمادة 103 وهو تفعيل المادة 103 بالتفرغ عضوي مجلس النواب والشيوخ لأداء مهامهم البرلماني. الحقيقة أنت بتكلمي أن عضو مجلس النهاردة يعتبر بيباشر مسؤولية 100 مليون داخل البرلمان، بيناقش مشاكل 100 مليون جوه، سواء كان بيراقب على الحكومة، سواء كان بيصدر تشريعات ويناقشها، سواء بيقدم طلبات إحاطة وإلى آخره. كل هذه الأمور تقتضي أن يكون لديه تفرغ علشان يستطيع أن هو يقوم بالمهام المنوط بها. المهام المنوط بها كتيرة واحتياجات الشعب وتحدياته كتيرة، والشعب لما بينظر لنوابه، ما هو مين اللي بيمثل الشعب؟ فيبقى بينظر لنوابه يشعر أن النائب بيقدم الطلبات بتاعته وخدماته ومصالحه، لأن أنت بتجمعي مجموعة المصالح والخدمات والطلبات تطلعيها في شكل تشريع، في شكل طلب، في شكل توصية، في شكل مشروع قانون، في شكل طلب إحاطة. فكل ده تقدري تعمليه إزاي وأنت ما عندكش تفرغ؟ تتواصلي إزاي مع الناس وتروحي تأدي مهامك في البرلمان إزاي؟ كل ده محتاج تفرغ. فإحنا بنضغط، وفرصة لينا في الحوار الوطني، بنضغط على تفعيل مادة الدستور، تفعيل الدستور والاستحقاق الدستوري بتفرغ عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشيوخ.